يقول السائل: بعض الناس لا يقطعون التلبية إلا بعد وصولهم إلى الكعبة، فهل هذا صحيح؟ نعم، تلبية تبدأ من الإحرام وتستمر إلى أن يشرع في الطواف. إذا شرع في طواف العمرة انقطعت التلبية، هذا في العمرة. وأما الحج فيلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. نعم.